ليلة 13 من ديسمبر من عام 1698، ليلة في ذاكرة مومباسا تنفست فيها الصعداء ليصبح الغد أكثر جمالا وأمنا بعد عقود من وطأة الاحتلال البرتغالي، فقد طال انتظارها وأنهكت أهلها المقاومة وأرسلوا نداء الاستغاثة إلى إخوانهم العمانيين. أئمة اليعاربة يحررون سواحل عمان من البرتغاليين، ويأتي دور تطهير المحيط الهندي. ليست أول ولا آخر نجدة يهب لها العمانيون لنصرة الحق. يرسل سلطان بن سيف أسطوله ويحاصر البرتغاليين داخل القلعة التي بنوها، إلا أن قوتهم ليست سهلة. يأتي بعده ابنه بلعرب بحملة أخرى، وما زالت القلعة عصية، ولكن الإصرار سيحقق الانتصار، فقيد الأرض سيحطم كل قيد. 3000 مقاتل ملأ بهم سيف بن سلطان الأول أسطوله وأطبق الحصار عازما على الحسم. طالت الأيام ونفدت مؤونة البرتغاليين المتحصنين بالقلعة، وتفشت بينهم الأمراض، ودب فيهم الوهن، فحانت لحظة الانقضاض في تلك الليلة. وبسقوط قلعة مومباسا يصبح ساحل شرق إفريقيا في قبضة العمانيين. وللحكاية فصول أخرى بعد 50 سنة، وفصل ثالث في عام 1963، وتبقى مومباسا اسما ألفه العمانيون، وتبقى إلى اليوم تلك الترديدة الشجية على لسان العمانيين والبحارة والمسافرين: شيل الله يا مومباسا، لا إله إلا الله يا مومباسا.